نشرت صحيفة الوطن البحرينية الحلقة العاشرة من سلسلتها الوثائقية عن تاريخ زبارة تحت عنوان نظام الإمارة الإداري لشبه جزيرة قطر في الدولة الخليفية، وتتناول في جزئها الأول مسيرة تعزيز النمو السياسي والاقتصادي في زبارة. هذا وتأتي الحلقة استكمالا للسلسلة الوثائقية التي أطلقتها الصحيفة لتبين النهضة التي بنتها الدولة الخليفية في شبه جزيرة قطر وجزر البحرين. أجمع الباحثون بأن تاريخ شبه جزيرة قطر الحديث قد انطلقت مع نشوء الدولة الخليفية على الساحل الشمالي الغربي لشبه جزيرة قطر، فتعزز النمو السياسي والاقتصادي للزبارة مع تأسيس الإمارة في عهد الشيخ محمد بن خليفة الكبير عام 1762 ميلادية، وتكريسا للسيادة قام المؤسس بإنشاء قلعة صبحة في عام 1768 ميلادية. وشكل النمو المتصاعد للزبارة وتحولها كمركز تجاري خطراً يهدد المصالح الاقتصادية الفارسية، حيث كتب في ذلك لورمر عنواناً في أحد أبواب كتابه دليل الخليج. ولم يربط لورمر النهضة التي حدثت في الزبارة باستقرار آل خليفة فيها، بل ربط بداية تاريخ شبه جزيرة قطر الحديث بنشوء الدولة الخليفية في الزبارة. يقول لورمر: يبدأ التاريخ الحديث لقطر باستقرار عائلة آل خليفة وهم فرع من العتوب، وذلك عندما هاجروا من الكويت واستقروا في الزبارة على ساحل هذا الإقليم الممتد في البحر. وفي فترة وجيزة تمكنت الدولة الخليفية من توسيع سيادتها على شبه جزيرة قطر ابتداء من الزبارة وانتهاء بكامل شبه الجزيرة، حيث شكلت الزبارة أنموذجا رائدا في التقدم والرقي والاستقرار والرخاء، دفعت القبائل لتقديم الولاء للدولة الخليفية. يوضح لورمر بأنه خلال ما يقارب العشرين سنة من استقرار آل خليفة في الزبارة انتقلت الزعامة لهم على كامل شبه جزيرة قطر. نجحت الدولة بقيادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ورعاياهم من القبائل العربية في فتح جزر البحرين عام 1783 ميلادية، وأصبحت الزبارة على إثر هذا الفتح الكبير العاصمة السياسية والتاريخية لشبه جزيرة قطر وجزر البحرين في عهد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الفاتح. ويؤكد الباحث القطري محمد شريف الشيباني في كتاب قطر إمارة عربية بأن الدولة الخليفية كانت تحكم شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، وقال: إن آل خليفة جعلوا للقبائل القطرية مخصصات سنوية، وكل رئيس قبيلة هو مسؤول عن قبيلته، وأمر الجميع يرجع إلى حاكم البحرين. أطلقت المراجع المحلية على ممثل الحاكم في مختلف مناطق الدولة مصطلح أمير، وظل هذا المصطلح باقياً في الهيكل الإداري للدولة الخليفية حتى منتصف القرن الماضي، فهناك أمير للرفاع وأمير للمنامة وأمير للمحرق وهكذا، وتختلف صلاحيات كل أمير بحسب أوامر حكام الدولة. ولما استتب حكم الشيخ أحمد بن محمد الفاتح على جزر البحرين عاد إلى الزبارة باعتبارها عاصمة الدولة، وعين علي بن فارس أميراً على قلعة الديوان في المنامة. يقول المؤرخ محمد النبهاني في تحفته: لما استتب حكم الشيخ أحمد بن محمد على البحرين ورتب أمور البلد عاد إلى الزبارة بعد أن جعل على البحرين أميراً من قبله، وجعل مقره قلعة الديوان الكائنة جنوب المنامة.
وفي ذات السياق يقول المؤرخ محمد التاجر في كتابه عقد الآل في تاريخ أوال: لما استقر الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة حاكما على البحرين ورتب شؤونها على ما أحب، فجعل على المنامة وما والاها أميرا من قبله في قلعة الديوان، وعلى المحرق أميرا، وأما هو وأفراد عائلته كانوا يقيمون في البحرين صيفا وفي الزبارة شتاء. ظلت الزبارة قصبة الحكم طوال عهد الشيخ أحمد بن محمد الفاتح، ولما تولى الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة زمام الحكم عام 1795 ميلادية، قرر نقل العاصمة من شبه جزيرة قطر إلى جزر البحرين، وكان ذلك في عام 1796 ميلادية، فأصبحت في عهده الرفاع قصبة حكمه، فكانت الرفاع بعد الزبارة عاصمة لشبه جزيرة قطر وجزر البحرين. تمكن الشيخ سلمان من الحفاظ على سيادة الدولة على جزر البحرين وشبه جزيرة قطر بالرغم من الأطماع الإقليمية طيلة فترة حكمه الممتد بين عامي 1795-1821 ميلادية، وبل نجح في توطيد العلاقات مع بريطانيا حيث انضم لمعاهدة السلام العامة عام 1820. أما عن شبه جزيرة قطر فقرر الشيخ سلمان تعيين ممثلاً من قبله عليها، وكان يلقب بالأمير بحسب مصطلحات تلك المرحلة. وقد ذكر المؤرخ محمد التاجر بأن هذا الأمير المعين من قبل الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة يدعى أبو حسان، ولهذا الأمير قصة بطولية أخرى نتعرف عليها في الحلقة القادمة.